معنا مشاهدينا من فيينا عبر سكايب سيد طارق نعمان الكاتب والصحفي السوري. مرحبا بك سيد طارق. ماذا تعني مطالبات لجنة التحقيق بالشأن السوري نظام الأسد بإبلاغ أسر المفقودين الذين قضوا في معتقلات عن ملابسات موتهم؟ في الحقيقة هذه المطالبات يمكن اعتبارها على شقين. أحدها هو أن إخراج الأسد من دائرة أو من مأزق الاختفاء القسري، الاتهام بالاختفاء القسري، لأنه إذا أفشى أو إذا أخبر الناس عن مكان أو مكان وجود هؤلاء المختفين قسريا أو عن مصيرهم أو عن الأماكن التي يحتجزون فيها أو عن مكان وفاتهم، فهي ضمن القضية يكون خرج من حالة الإخفاء أو الاختفاء القسري نوعا ما. ولكن أيضا تكون مش في الشق الآخر، هو الاعتراف من الأسد بأن جميع هؤلاء قد قضوا تحت ذريعة أنهم يشاركون في الثورة أو أنهم عناصر مخربة في المجتمع السوري كما يدعي هو. ما تقديرات المنظمات السورية لأعداد المفقودين والقتلى في سجون نظام الأسد، ولماذا برأيك يعني بقي هذا الملف عالقا ولا سيما في مفاوضات جنيف وأستانا في حين يركز على دستور لسوريا الجديد؟ هذا المأزق الكبير الذي يحاول الأسد الخروج منه. نحن حتى عام 2014، يعني قبل 4 سنوات، هناك ما يقارب 150 ألف من المعتقلين غير المصرح عن وجودهم والذين نعتقد تماما بأنهم قضوا. هناك أدلة من الصور التي سربها قيصر بأن بعض أو معظمهم قضى بعد 2 أو 7 أيام من إلقاء القبض عليه أو إخفاءه قسريا. 150 ألف، هذا خطير جدا. نعم 150 ألف ذكرت هذا العدد تقديري؟ ما يقارب حتى 2014، وتختلف الأرقام. في تقرير الأمم المتحدة ذكر بالتحديد عشرات الآلاف. ما يعتقد بأن هناك عشرات الآلاف من المختفين قسريا، والذي يحاول الأسد ما أمكن أن يهرب أو أن يتملص من رفاتهم أو من الاعتراف بهم بطرق لنقل غير سوية أن تكون قانونية، كما قال بأن هناك المغيبون أو المختفون لمدة 4 سنوات يعتبر متوفى، وهو قانون 205 في قانون الأحوال الشخصية من البند الثاني، يعتبرون مفقودين في أعمال حربية. أي يمكن للأسد توزيع هذا الرفات على المناطق التي يسيطر عليها، والادعاء بأنهم مدنيون قتلوا أثناء العمليات العسكرية، وبالتالي يكون قد خرج بشكل قانوني تقريبا من هذا الماء. أمام هذا التوجه للأسد، يعني ما دور المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية الأخرى في كشف قوائم الموت الأسدية؟ هل هناك يعني برامج ناجعة لإدانة النظام أو حتى محاكمته مستقبلا؟ المعارضة شقان، شق سياسي وهو يعتبر الدستور هو الأساسي وكل ما بعد الدستور يمكن تحصيل حاصل أو عدالة انتقالية، وهناك معارضة أخرى، المعارضة الحقيقية التي يعني تلقت الضربة القاسمة في المعتقلات الذين اعتقلوا والذين تم تعذيبهم واستطاعوا بقدرة قادر الخروج من هذه المعتقلات، يرفعون دعاوى قانونية في مناطق في أوروبا وفي أمريكا مع الأدلة مع الإثباتات مع كل شيء. هذا ما يستطيعون القيام به، هو رفع دعاوى وإثبات أنهم تحت ظل الأسد بمعرفته كونه هو القائد للجيش، القائد العام للجيش والقوات المسلحة في سوريا، وكونه المشرف بشكل مباشر على أجهزة المخابرات، فهو سيكون المسؤول الأول والأخير عدا عن المسؤول المباشر من قام بالتعذيب أو من أمر بالتعذيب بشكل ممنهج. الآن بعد 8 سنوات من الثورة، كيف تفسر أن يعيد المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي التذكير بأن نظام بشار الأسد يعني لا يكترث له الثمن الباهظ لمعاناة السوريين؟
الأخضر الإبراهيمي فيما قاله للصحيفة، نأمل أنه لم يكن هذا انطباعه منذ توليه المهمة، عندما تولى المهمة في سوريا، فهو استسلامي جدا. هذا إذا كان مؤمنا فيهم منذ البداية، فنحن نتوقع بأنه يعني لم يعمل أي شيء لمصلحة الشعب السوري كوسيط. الإبراهيمي اليوم عندما يقول بأن بشار الأسد لم يكترف تماما، كأنه عندما قال في فترة عندما كان هو المبعوث إلى سوريا، عندما قال أن الحل السياسي هو الوحيد بين المعارضة، وكان تغاضى عن كل الجرائم عندما كان متواجدا في سوريا، وكنت شخصيا يعني حاضرا أو شاهدا على بعض جولاته، كان يتغاضى تماما عما يحصل في سوريا، كما تغاضى الأسد عن شعبه وعن قتل الشعب على حساب أن يبقى هو وزبانيته في الحكم. نعم، شكرا جزيلا لك. إذا عبر سكايب من فيينا طارق نعمان، كاتب الصحفي السوري.